اهلا وسهلا بالجميع، تحياتي متتابعي صفحة الوثائق الانترنت. احنا اليوم بجبل ديال تامز راس اللي كطلع جميع اتجاهات اتجاه ديال المشاطة تبع الدوار المولية جامعة كيسان اقليم تونس. سد الوحدة، جبل تامز راس تابع للدوار العزيين قبيلة سداس جامعة هولزا إقليم تونس. جبل سيدي مسعود وجبل عين مالان وجبل ديال كهف بوحسينة، وكيبانا شوية من جبل ديال أرض ديال تاوردة. اتجاه ديال الدردر تبع جامعة كيسان، دوار المونيا. هذه غابة ديال البيبان، هنا كندخلو لدوار العلوني. دوار تزروس، دابا نزلنا للدوار المولية. هاد الدوار كلهم تابعين للقبيلة ديال بني مرياكل جامعة كيسر. جامعة كيسان، دوار تايز مسد ليه هاد الجبل ديال البردية، وجبل الدرداغة. هنا كاين فاس البالي وكاين مجدامة وكاين شي بلايص لي ما عرفوش مزيان، مبقيتش عاقل عليهم. كاين هادي الجبال ديال أمرقوق تبع القصبة ديال أمركم. دوار الأزور، كاين شي دوار هنا ما حافظش ليه ديال بالضبط. كاين دوار ديال الدار، هاد ولاد حمو اللي قرابين للسد. هذا جبل ديال ترسلس، دوار دكر. كاين واحد الطائر ديال القبعة غايبة ليكم في الشاشة، صافا كيطلع في السناب وكيبقى محافظ على التوازن ديالو. هذا جبل ديال الأمزو، كاين اللي كيقولو جبل القلعة كاين اللي كيقولو جبل الأمزو، كاين واحد الاختلاف. وهذا الراس ديال السد وحدة، هادي تابعة كرباب تابعة للعزيم جامعة الورزو. هنا هاد البلاصة زوينة ديال كرباب، منطقة سياحية ولكن مهمشة. هذا المكان التصفية ديال